اهلا وسهلا بكم اخواني واحبائي الاعزاء المشتركين بالقناه والمتفاعلين مع برنامج التعليم للعرب باشهر الاغاني العربيه والمغاربيه وكذلك تعريف المقامات العربيه. دائما نطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل اكثر واكثر، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا، واكثروا من المشاركه والبرتاج لتعم الفائده. اليوم سنقوم بشرح من اجمل اغاني الراي، أغنية روحي يا وهران للفنان العملاق شاب خالد، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية روحي يا وهران روحي بسلامة للفنان خالد هي في مقام نهاوند على الله، أو ما يقابل في الموسيقى الغربية لا مينور. والنهاوند على الله بهذا الشكل، والنهاوند على الله بدون علامات في السلم الموسيقي، السلم الموسيقي فارغ، فقط سول دييز كنوطة حساسة لا تكتب في السلم الموسيقي. الآن سنأخذ إيقاع فلامينغو بالجيتار على سرعة 100 ونعزف الأغنية كاملة، ثم نفصلها بالنوطة الحرفية البطيئة. وتبقى الأغنية على هذا المنوال في جميع الكوبليهات. الآن سنشرحها بالنوطة الحرفية. ففي الأول نبدأ بالتوافقات أي لزاكور. التوافقات نبدأ من لا دومي، ثم سول سيغي، ثم فا لا دو، ثم مي سول دي سي. لا دومي، سول سي ري، فا لا دو، ثم مي سول دي سي. ثم ناخذ الاكورديون لا سي دو 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 سي لا سول دي لا مي ري دو سي لا سي دو سي دو ري دو دييز ري دو ري دو. هنا نستعمل دو دييز كنوطة ممر، ري دو ري ري دو ري فا 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 مي سي دو ري دو دو
دوسي دوسي لا صلا لا لا لا. هنا توافق لا دومي. نعيد هذا المقطع مرة أخرى. لا سي دو 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 سي لا صول يا. نعيد هذا المقطع مرة أخرى. لا سي دو 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 سي لا صول ديز لا مي ري دو سي لا سي دو سي دو ري دو ديز ري دو ري دو فا 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 مي سي دو ري ري دو سي دو سي لا صول لا 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 لا. ثم الصولو الثاني بالفيبر بالفيبرافون. هنا نستعمل الصول دياز والفا دياز. لاحظ معي لا صول لا صول لا صول لا صول صول فا صول فا صول فا فا مي فا مي فا لا لا صول دياز. ونعيد الأكورد الأخير لا 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 لا. فأتمنى أن تكون هذه الحلقة ميسرة للفهم ومشروحة جيدا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.